سمعت كي صحابي وقيلا دخلنا احنا. عمر خارجي سعيد. رئيس واحد شويه الله يحفظك. اش هادوك الشاف رئيس حيدولنا الله يحفظك الله يحفظك. ماشي لا ماشي بارير ماشي خلي يضرب القيطه شويه ماشي على يضرب البارير ماشي تشراسه رئيس اخويا صاحبي واحد شويه الله يحميك الوالدين. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي مرة أخرى من أمام مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء بحيث تم قبل قليل موارة جثمان الفقيد الراحل سي عبد الرحمن اليوسفي بمقبرة الشهداء كيف ما كتشوفوا معنا حضور أمني مكثف أمام المقبرة. وعدم دخول الصحافة إلى المقبرة بسبب وباء كورونا. كبار في جنازة خويا احنا ما غنفوتوش هنا غير حيدو حيدو لنا من قدامنا. صلاح 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 صافي صافي قلت لك حيدو صافي وقتك كتعون انت وانت كتعون بلادي وين هادي هادي الراس وانت بابا مشيت لاخر مالك شنو؟ وانت عاود كتدفع فيه عاود تاني كندفع فيك كندفع فيك صافي نور الله صافي شادو بيديكم شادو بيديكم ما تعرفوش ما تعرفوش ما تعرفوش ما تعرفوش ما تعرفوش ما رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جنانه. ترتيبات أمنية مكثفة أمام مقبرة الشهداء. أكيد منع الصحفيين بسبب فيروس كورونا المستجد. رحم الله الفقيد فقيد المغاربة المناضل والسياسي الكبير سي عبد الرحمن اليوسفي. أحمد أحمد
والذي وافته المنية ليلة الخميس الجمعة. نسأل الله الصبر والسلوان لعائلته الكبيرة والصغيرة. سي عبد الرحمن اليوسفي المناضل الحقوقي السياسي المحامي النقيب أحد المؤسسين الكبار لحزب الاتحاد الاشتراكي. إذا مشاهدي قناة شوف تي في من أمام مقبرة الشهداء بحيث غوري قبل قليل جثمان الفقيد فقيد المغاربة المناضل السياسي سي عبد الرحمن اليوسفي أحد كبار المؤسسين لحزب الاتحاد الاشتراكي. نسأل الله العلي القدير أن يدخله فسيح جنانه إن لله وإن إليه راجعون. يلا طافر يلا العق يلا يلا الله أكبر الله يرحمه الله يرحمه الله أكبر الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه شكرا لكم أيضا مشاهدي قناة شوف تي في على تتبعكم للمباشر من أمام مقبرة الشهداء، ودائما نقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة. عزاؤنا واحد في الفقيد رحمه الله أدخله فسيح جنانه.